درجة مرتفعة وحادة من الخلاف بين الميليشيات الإرهابية ووزير داخلية السراج فتحي باشاغا. مصادر سياسية محلية ترجح انفجار الغليان الذي بدأ بقرارات حل الميليشيات المناوئة لباشاغا ثم منع وزراء حكومة السراج من مغادرة ليبيا إلا بإذنه. رجل تركيا القوي في طرابلس ومصراتة فتحي باشاغا يواصل تغوله غير المسبوق، حيث عمد إلى إصدار أوامر لزميله وزير المواصلات في حكومة صخيرات ميلاد معتوق بعدم منح تراخيص هبوط وإقلاع وعبور للطيران الخاص وكذلك الرحلات المنظمة المؤقتة إلا بعد أخذ الإذن منه، وذلك في سابقة تهيئ مناخا داخليا في ليبيا قد يفرض على حكومة السراج وميليشياتها واقعا جديدا وفق حسابات مرتبطة بالأجندة الإخوانية والتي تفرضها المعادلات التركية. باشاغا عقد اجتماعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفني ويليامز وعضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة، ناقش فيه بحسب المكتب الإعلامي لوزارته برامج نزع السلاح وتطوير وإصلاح القطاع الأمني بشكل عام في المنطقة الغربية. وفي غضون ذلك قامت ميليشيا ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس باستعراض قوة لأفرادها وألياتها وسط العاصمة، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه رسائل واضحة موجهة إلى باشاغا باعتباره يتزامن مع الجدل الواسع حول مشروع إعادة دمج الميليشيات التي تعتزم حكومة السراج الالتفاف به على المطالب الإقليمية والدولية المنادية بحل الميليشيات وتفكيكها.